الأطفال من عمر 7 سنين ل 11 سنة كان هدفنا أول شيء انضباطهم، وكان في تثقيف وطني كمان على أساس الأحداث اللي عم بتصير معنا. بعدين عندنا 4 زوايا، اللي الزاوية الفنية، أشغال يدوية، استخدام الخامات اللي إحنا ما بدنا إياها في إن نعمل فيه أشكال زينة، وعندنا دبكة اللي هي تراثنا تعلموا الأطفال عليها خلال فترة بسيطة لأنهم كانوا راغبين بالتعليم برضو هم، وعندنا الحمد لله مدربين ممتازين. عندنا مسرح ودراما برضو من القضايا اللي هي عن الغربة وطنية برضو. عندنا زاوية الموسيقى، أغاني تراثية علمناهم، والحمد لله اليوم نهاية النادي، وكل سنة وانتم سالمين، بكرة جاي علينا رمضان، وهي الأحداث كلها أكيد شفتوها كلها. اسمي كريم عصام النمر، بمخيم المتميزين. أنا الأقصى، أليس هناك من يسمع؟ أين أذانكم؟ أين قلوبكم؟ أين حسكم يا عرب؟ قبة السفر تغتصب، أنا ألقى بالله، أنا ألقى بالله، هذه تشهد إني لا لابد. اسمي حلا أشرفي محمد داطور، أنا مشاركة بمخيم المتميزون، بنتعلم فيه الدبكة والفنون والموسيقى ومسرح. اسمي سارة محمد عبد العال، مشاركة بنادي المتميزون، ونعمل فنون وبندبك. اسمي منى مهند شلبي، مخيم متميزون. شو تعلمتي من المخيم؟ تعلمت إنه الرياضة، وتعلمت رسم وفن.